السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. بدون مقدمات خلينا نتكلم عن الهاتف المنتظر، انه M30S، جهاز نازل باداء قوي جدا وامكانيات مش موجوده في الاجهزه اللي في الفئه المتوسطه مقابل سعر زهيد. المنافسه بقت قويه جدا من الشركات بقت تنزل اجهزه بطريقه صعبه، يعني حتى مفيش تفاوت بين الجهاز وبين الجهاز اللي بعديه، يعني شهرين ثلاثه وبتلاقي جهاز تاني بينزل. ولكن انت كمستخدم مش هيجي على حسابك في حاجه، لان المميزات او الفروقات بتكون طفيفه غير ملحوظه. ولكن الجهاز اللي نتكلم عنه النهارده فعلا عامل طفره، جهاز كرياتيف، عامل حاجه جديده مش موجوده في الفئه المتوسطه. كل ده هتعرفه لما تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، عشان عايزين نوصل ل 20,000 مشترك في اقرب وقت باذن الله. خلينا بقى نخش في تفاصيل الهاتف، وزي ما عدتكم نبدا من التصميم الخارجي. الجهاز بيجي من البولي كربونايت، وخلاص دي معظم الاجهزه الفئه المتوسطه بتيجي من ماده البولي كربونايت او البلاستيك. الجهاز بيقال عنه ان هو مقاوم للخدوش، ولكن انت برضه يعني الاحتياط واجب، تحط الجهاز في الجراب تحافظ عليه. ولما نيجي نتكلم عن التصميم الخلفي للجهاز، بتلاقي ان في النص او في منتصف الجهاز كده في الربع اللي فوق بتلاقي البصمه او الفينجر برينت في نص الجهاز، زائد الثلاث كاميرات اللي تحت بعض اللي انت شايفهم. الثلاث كاميرات دول هنتكلم عن تفاصيلهم لما نيجي في بند الكاميرات، وجنب الكاميرا الاساسيه اللي هي اللي فوق الفلاش ليد. ولكن انا ليا تعقيب او تعليق بسيط جدا لاحظته في تصميم الظهر اول ما شفته في حته الكاميرات بالليد. الفكره كويسه جدا انك تحط مكان الفلاش ليد في مكان مختلف نسبيا، ولكن لو كان جه في النص جنب الكاميرا اللي في النص اعتقد كان افضل. يعني مجرد راي. نقلب بقى الجهاز ونتكلم عن الواجهه. الشاشه بتيجي بحجم 6.4 بوصه، نسبه الشاشه بتستحوذ من الجهاز حوالي من 84 ل 85% تقريبا. الجهاز طبعا فيه ووتر دروب نوتش وعليه طبقه حمايه، ولكن ما اقدرش افتيك في طبقه الحمايه واقول لك طبقه الحمايه نوعها ايه، لان المعلومه دي غير محدده. كل اللي بنتكلم فيه تسريبات، لان ميعاد الاطلاق الرسمي او ميعاد نزوله الرسمي في الاسواق هتعرفه في اخر الفيديو. الشاشه هنا بتيجي من نوع سوبر اموليد، وكفى عظمه على عظمه على عظمه بدون اي تفاصيل فيها. طيب بالنسبه لوزن الجهاز، فهو بيجي 175 جرام تقريبا، وسمك الجهاز 8.4 ملم. اقدر اقول لك ان هو قريب شويه من الريدمي نوت 7. لو انت مسكت الجهاز ده، هو الجهاز الام 30 ارفع بحوالي 4 ملم، هي مش تكون ملحوظه قوي في ايدك، ولكن هو ارفع نسبيا، هتكون ملحوظه بالعين. اتكلمنا بقى عن المظهر الخارجي او التصميم الخارجي سواء وجه او ظهر، عايزين بقى نتكلم عن الجوهر اللي هو المذر بورد. خلينا بقى نتكلم عن المكونات الداخليه للجهاز، ونبدا من المعالج. المعالج هنا بيجي من انتاج شركه سامسونج اكسنوس 9610. المعالج ده قوي جدا، اقدر اقول لك اعلى نسبيا او زي اللي موجود في الاي 50. المعالج هنا بيجي ثماني النواه بتردد 2.3 جيجا هرتز بمعماريه 10 نانو متر، والمعالج هنا موفر جدا للطاقه. ده لسه تسويتش البطاريه وسويتش الشحن، فاعتقد ان الجهاز ده هيكون افضل جهاز في الفئه المتوسطه، حتى من قبل ما الاجهزه اللي في الفئه المتوسطه الجديده تنزل. الجهاز ده خلاص رسم طريقه ورسم الكرسي بتاعه ومكانه وسط الاجهزه اللي لسه هتنزل. وننقل بقى من المعالج والاداء ونروح للرام والروم. الجهاز ده بيجي منه نسختين، نسخه 4 جيجا ونسخه 6 جيجا، ده بالنسبه للذاكره العشوائيه او الرام. اما الروم او مساحه التخزين، فهي بتيجي نسخه 64 جيجا بايت ونسخه 128، بيدعم كارت خارجي حتى 1 تيرا. خلاص كده اتكلمنا عن الشيب سيت، واتكلمنا عن الرام والروم والكلام ده كله. خلينا بقى نطلع فوق شويه كده في ظهر الجهاز. على الشمال هتلاقي الثلاث كاميرات. اول كاميرا بتيجي بدقه 48 ميجا بكسل، ودي الكاميرا الاساسيه بفتحه عدسه f1.9. اما بقى الكاميرا الاماميه فهي 8 ميجا بكسل، وهنا بتيجي الترا وايد او وايد انجل زي ما عايز اسميها، او زاويه واسعه. وخلاص الزاويه الواسعه لما اقول اللفظ ده تعرف ان هي بتعدي ال 120 درجه. هنا الكاميرا دي بتيجي بفتحه عدسه f2.2. اما الكاميرا الثالثه فهي بتيجي بدقه 5 ميجا بكسل مع مستشعر عمق، ده طبعا بقى للضباب والحركات دي. العدسه او فتحه العدسه بتيجي f2.2. نقلب بقى واجهه الجهاز ونتكلم على الكاميرا الاماميه. الكاميرا الاماميه هنا بتيجي بفتحه عدسه f2، وفتحه العدسه دي زاويه عريضه، يعني تقدر تاخد السيلفي بزاويه عريضه بحيث ان هي تجيبك انت واكتر من شخص واقفين حواليك. اتكلمنا كده عن الكاميرات وعن المعالج والاداء وغيره، خلينا بقى ننتقل لمنتصف الجهاز وبنلاقي البطاريه. والبطاريه هنا بتيجي بسعه 6000 ملي امبير مع قدره شحن سريعه 15 واط مع مخرج USB Type-C. مش لاقي حاجه اقولها، عظمه بمعنى الكلمه. يعني اقدر اقول لك ان الجهاز ده بمعماريه 10 نانومتر،
يعني ده هيقعد كام يوم؟ يقعد معاك 3 4 ايام اعتقد. اعتقد ان الجهاز ده يقدر يعملها. اول جهاز من لعيبه فعلا متوسطه بسعه 6000 ملي امبير، حاجه ممتازه جدا. وهو ده اللي كنت مستنيه من سامسونج، انها تعمل لها حاجه كرييتيف، مش عايزين تقليد زي الشركات الثانيه. سامسونج شركه عظيمه وعريقه جدا في مجال صناعه الاجهزه الالكترونيه. معلومه ليك على الماشي، الشركه دي اصلا قبل ما تبدا في انتاج التليفونات كانت شركه بتصنع الصواريخ وآلات الحرب والرشاشات والمدافع والدبابات وغيره كتير. وبعد انتهى الحرب العالميه الثانيه الشركه خلاص حولت كليا لصناعه الاجهزه والكلام السلمي ده كله. فالشركه دي معودانا من ايام ما بدات على الحاجات الجديده وكرييتيف. كوريا يا معلم، مش شغل صيني بقى، شغل كوري. خلينا بقى نتكلم عن المستشعرات الموجوده في الجهاز. الجهاز بيجي فينجر برينت زائد الفيس انلوك زائد الدوران اللي هو جيروسكوب زائد البوصله زائد التسارع زائد التقارب زائد الاضاءه او التكيف التلقائي للاضاءه. يعني الجهاز بيجي متكامل من ناحيه المستشعرات، طبعا ما عدا الحراره والضغط، ما معظم الاجهزه ما بتنزلش المستشعرات دي اصلا. خلينا بقى نتكلم في اخر بند، هو اللون والسعر وميعاد النزول. اللون اللي هينزل او الالوان الموجوده من الجهاز وهي الاسود والازرق، ويقال ان هو الذهبي، وبيقال لا ده هيتعرف طبعا لما الجهاز ينزل بشكل رسمي في السوق. اما عن السعر فهو بيجي ب 210 او 280 من ده 210 280 دولار، اي ما يقارب حوالي من 4000 ل 5000 جنيه مصري. اما عن ميعاد النزول فهو في 19/9/2019. مش عارف هل الشركه اتعمدت تنزل في التوقيت ده عشان التاريخ يبقى علامه ان اول جهاز ينزل بسعه 6000 ملي امبير في فئه ال 5000 جنيه كان في 19/9/2019 ولا لا، ولكن التاريخ مميز. بس كده يا شباب، دي كانت كل المعلومات اللي قدرت اجمعها لك عن سامسونج جالاكسي ام 30 اس. الجهاز فعلا المنتظر، وانا واحد من الناس منتظره بشده، لان يعني في حاجات كتير جدا عايز اقربها في الجهاز واقول لكم رايي فيها. دي كانت كل حاجه قدرت اجمعها لك عن الجهاز، واتمنى بقى لو الفيديو عجبك تنزل تشترك في القناه عشان عايزين نوصل ان شاء الله ل 20000 مشترك في اقل وقت، وتفعل الجرس عشان نشوف كل جديد. نتقابل ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.